الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، هو صاحب الرسالة وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فترك الأمة بعده على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى بها رفعة الدرجات عند الله، وبها إكرام الله جل وعلا لعباده، كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم عند المولى جل وعلا من حقق التقوى بأن خاف من الجليل جل جلاله، وعمل بالتنزيل، واستعد للقاء الله في يوم الرحيل. اللهم أعنا على أنفسنا، وأقمنا على ما تحب وترضى، إنك جواد كريم. أيها العبد لله، يا عبد الله، يا عبد الرحمن، إن الله جل جلاله يحب من عبده أن يتصف بصفات، ويكره في عبده أن يتخلق بأخلاق وأن يتحلى بصفات. فلهذا يسعد العبد المؤمن إذا نظر في الصفات المحمودة التي يحبها الله، فأتاها وتخلق بها وتطبع بها. ويشرف العبد في أن ينظر إلى الصفات التي يكرهها المولى جل وعلا فيبتعد عنها، إلى الصفات التي يكرهها الله جل وعلا فيبتعد عنها، وينأى بنفسه عما يسخطه الله جل وعلا ويأبى. وهذه قاعدة عامة في الأخلاق والسلوك، وفيما يصلح الله جل وعلا به العبد. وإن من الأخلاق، وإن من الصفات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها، إن من تلكم الصفات صفة التواضع. ومن الصفات التي يكرهها الله جل وعلا ويعاقب عليها ويعذب أصحابها صفة الكبر، لأن الله جل جلاله أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن تواضعوا. روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. ولهذا قال جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال أيضا جل وعلا في ذكر الوالدين وحقوقهما: وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال أيضا جل جلاله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهكذا في آيات كثيرة يبين جل وعلا أن صفة المؤمن بالمعنى أن يتواضع للحق، وأن لا يتكبر على الخلق، وأن يكون لينا ذليلا للمؤمنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على المؤمنين،
الكافرين. أيها المؤمن، إن حقيقة الكبر الذي يكرهه الله جل جلاله، إن حقيقة الكبر هو ما عرفه به النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سأله رجل لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبر، فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وأن يكون ثوبه حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني رفض الحق وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقار الناس وعدم إنزالهم منازلهم، أو أن ترى النفس أرفع من طائفة من الخلق. لهذا قال العلماء: التواضع ضد الكبر. فكما أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، فإن التواضع قبول الحق وتقدير الخلق، لأن هذا ضد الكبر والتواضع محمود. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها خاطبت الناس فقالت لهم: ما لكم تغفلون عن أفضل العبادة؟ التواضع. رواه وكيع بإسناد صحيح. وهكذا أيها المؤمن، نرى أن التواضع في حقيقته أن يكون المرء متواضعا للدين، متواضعا لأمر الله، متواضعا للحق. ثم القسم الثاني أن يكون متواضعا للخلق، غير متكبر ولا مترفع على عباد الله. أما الأمر الأول وهو العظيم، وهو الفارق بين المؤمن والمنافق، وهو أن المرأة المؤمنة يتواضع للحق، يتواضع للدين بأن يقبل الدين ولا يرفضه، بأن يقبل شريعة الله، بأن يقبل النص، بأن يقبل الدليل، بأن يقبل الكتاب والسنة، وأن لا يعارض ذلك، وأن لا يرفض ذلك، أو أن يرتاب في ذلك بعقل له يحسنه فيظن أن تفكيره أفضل من الشرع، أو أن عقله أفضل من الشرع، أو أن سياسته في مصالحه أفضل من التنزيل، أو أن ذلك عنده فيه نظر أي الدين. وأما من يرى مصالح نفسه في الدنيا فإنه يختار ما يختار. وهذا في الحقيقة رد للشرع، وفي الحقيقة خروج عن التواضع. ولهذا قال العلماء: من رد الشرع ورد الحق مفضلا رأيه عليه وعقله على الدين والتنزيل، فهذا هو النفاق الأكبر والعياذ بالله، الذي قال الله جل وعلا في أصحابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أيها المؤمن، أيضا من مراتب التواضع للدين أن تقبل الدين وألا تقدم تحليلا على ما جاء في ظاهر الدليل. فإن التنزيل أنزله الله في القرآن وفي السنة باللغة العربية، واللغة العربية لها دلالاتها في ألفاظها، والمعاني محمولة في الألفاظ، فإن الألفاظ تفهم والمعاني حينئذ تفهم. فحينئذ لا يجوز أن يتكبر المرء بعقله فيرى أن دلالة التنزيل ناقصة أو أنها ليست بكافية، فينظر إلى نفسه فيرد بعض ذلك أو يتردد فيه. فإن ذلك يخشى أن إذا رد الدلالة يخشى أن يكون يؤول به إلى نوع من النفاق والعياذ بالله. وهذا كما قال طه
طائفة من العلماء هو الذي خاف عدد كثير من الصحابة على أنفسهم، حيث قال الحسن أو غيره: أدركت 40 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، يعني يخشى ألا يتواضع للحق، يخشى ألا يتواضع للقرآن وللسنة، يخشى ألا يتواضع للدين وألا يستسلم لحكم الله جل وعلا بالكلية. وهذا يراه المرء أحيانا في نفسه، فإن الشيطان ينفخ في النفس حتى تتكبر، لهذا همز الشيطان ونفخ الشيطان هو كبره، فيتعوذ المؤمن من نفخ الشيطان ومن همزه بالكبر، يتعوذ المرء بربه جل وعلا ويستعيذ حتى يتخلص من ذلك. فيرى المرء أنه إذا مرت عليه أحيانا مرت عليه سنة أو مر عليه حكم شرعي، فيرى أن الشيطان يأتي لنفسه فيرى نفسه تتكبر وتترفع عن أن تعمل بالشريعة، وهذا في الحقيقة من الشيطان ليجعل النفس متكبرة، فينفخ في النفس حتى تتكبر فلا تتواضع للدليل وللنص وللشريعة، وهذا توعد الله أصحابه بالعذاب. لهذا قال طائفة من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم: ما ترك أحد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لكبر كامن في نفسه. وهذا يراه المؤمن أحيانا يعرض عليه، والواجب حينئذ أن يتواضع للحق وأن يستسلم للدين وللشريعة وأن يستعيذ بالله من نفخ الشيطان وهمزه ونفسه حتى يتخلص من الكبر، لأن الكبر مذموم ولأن التواضع مطلوب. أيها المؤمن، إن حكم الله جل وعلا وما تراه وما تسمعه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن ذلك فرض أن يستجاب له وفرض أن يتواضع له وأن تذل أنفسنا حتى نقبل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون تردد ودون ريب ودون اعتراض ودون ترفع ودون عدم قبول أو عدم رؤية في أن ما أنزل الله جل وعلا هو الأحسن. ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله قيلا، فالله سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. لهذا لينظر كل منا في نفسه، فإنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله والعياذ بالله من الكبر ومن أسبابه. اللهم فأعذنا. أيها المؤمن، النوع الثاني من التواضع، وهو الذي يعلمه الناس ويرددونه، هو التواضع للمؤمنين، هو التواضع للخلق، يعني أن يتواضع لإخوانه، أن يتواضع لوالديه، فلا يفخر ولا يبغي، فينظر إلى أن أقل من الناس. قال بعض السلف: ما مررت بأحد من أهل الإيمان إلا ظننت أنه أفضل مني وأرفع عند الله جل وعلا، وبهذا تلين النفس وتزكو. فإن المسلم إذا رأى أنه أفضل من الناس وأنه أرفع منهم دينا أو دنيا وأن له الحق في أن يترفع ويتكبر، فإنه يؤتى حينئذ في مقتل من مقاتل القلب والإيمان، فتبدأ نفسه تعجب بنفسها ويبدأ يتكبر، ثم بعد ذلك تذل نفسه، ثم بعد ذلك يطيع الشيطان والعياذ بالله في التكبر. التواضع مطلوب وحقيقته
ألا ترى نفسك أرفع من عباد الله جل وعلا. إن آتاك الله دينا وصلاحا فإن ذلك منة من الله عليك. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. فإن العبد المؤمن الصالح يخشى على قلبه من التقلب. وإذا رأى أخاه الآخر وعليه معصية أو عليه ذنب سأل الله جل وعلا لذاك الآخر العافية وسأل لنفسه الثبات ولا يرى أنه أرفع من غيره، لأنه قد سبق في الكتاب أهل الجنة وسبق في الكتاب أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. لهذا الرجل الصالح والمرأة الصالحة تصلح وتجتهد في الصلاة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة، ولكن لا ترى نفسها أرفع من الآخرين لأنها لا تعلم حقيقة العواقب. وقلوب الأبرار معلقة بالسوابق. ماذا سبق لنا أيها المؤمن من التواضع المطلوب؟ أن يتواضع المرء لوالديه، فإن التواضع للوالدين وعدم الترفع عليهما إن ذلك صفة مطلوبة شرعا في عموم صفة التواضع، وخاصة في التعامل مع الوالدين، كما قال ربنا لنا جل جلاله: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فانظر إلى قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني اخفض لهما جناحك الذليل وكن بين أيديهما ذليلا، لا ترفع بصرك إليهما محدقا، ولا تقل إلا خيرا. اختر أكرم الأقوال واختر أفضل الأفعال. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هذا تواضع. وقل من يتواضع لوالديه في وقت حاجتهما إليه، في وقت مرضهما، في وقت الحاجة، في وقت ضعفهما. فمن ذا الذي يتواضع ولا يتكبر؟ إذا كبر الوالد أو كبرت الوالدة رأى الولد أنه ينظر إليهما ويريد أن لو استراح منهما. وأما المتواضع فيرى أن الجنة جاءت بسبب وجود هذين الوالدين، فالجنة تحت أقدام الأمهات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. وهذا يحتاج إلى أن تمرن نفسك على التواضع وعلى عدم الكبر والترفع، وأن تلين وأن تذل لمن كان السبب في وجودك في هذه الدنيا التي هي معبر للجنة لأهل الصلاح والطاعة. أيها المؤمن، من التواضع للخلق أن تتواضع لإخوانك، فلا تترفع عليهم أن آتاك الله جل وعلا مالا أو جاها. وقل من يؤتيه الله الجاه وقل من يؤتيه الله المال وتراه متواضعا غير متكبر، لأن هذا تحتاج إلى قلب مؤمن معلق بمراد الله جل وعلا الشرعي. أيها المؤمن، إن آتاك الله مالا فلا تفخر به. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذا افتخرت بالنسب فكلكم لآدم وآدم من تراب. إذا افتخرت بالمال فالمال يؤتيه الله من يشاء ويسلبه عن من يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا آتاك الله الجاه فعما قليل سيزول ذلك، لأن الدنيا دول ولأن الدنيا تتقلب. والعاقل العاقل من تواضع وعامل
حمل الله جل وعلا وعبده بهذه الخصلة العظيمة ألا وهي التواضع. حينئذ ينبغي لنا أن ننبه إلى أن التواضع يكون عبادة بإخلاص النية لله، يعني أن يتواضع المرء لله لا لأن يكون بين الخلق متواضعا يشار إليه بأنه متواضع وأنه كذا وكذا. فحقيقة الإخلاص أن يتواضع المرء لله يطلب ثواب الله ويخشى عقاب الله بأن يكون من المتكبرين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتواضعين للحق المستسلمين للدين المتواضعين للخلق المؤمنين. اللهم اجعلنا ممن يتحلى بالأخلاق التي ترضاها ويجتنب الأخلاق التي تأباها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وعليكم بلزوم التقوى في سركم وعلانيتكم وفي أمركم كله، فإن الله أمرنا بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من المتقين. هذا وعلى رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته ليدلنا على عظم أمره، فقال جل وعلا قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور الجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحب والآل وأمهات المؤمنين، وعن سائر المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وجنده. اللهم احم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل أمرنا إلى خير وعاقبتنا إلى خير. نعوذ بك اللهم من جميع الشرور. اللهم نعوذ بك من جميع الشرور والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم بتوفيقك، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على الحق والهدى والبر والتقوى يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن تصلحنا جميعا صلاحا لقلوبنا ولألسنتنا ولأعمالنا. اللهم أصلحنا فإنك جواد كريم. اللهم نسألك صلاحا، اللهم نسألك صلاحا لنا ولأهلينا ولأولادنا ولأحبابنا حتى ترضى عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم
اللهم نسألك أن تؤمننا بالإيمان وأن تسلمنا بالإسلام. نعوذ بك اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن هذا البلد بخاصة وعن سائر بلاد المسلمين بعامة. اللهم فأعذنا. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.